ابن الروح القدس الإله واحد أمين. أنا أعلق بس على بعض الأمور، وكمان هقول بعض الطلبات. التعليق: القوانين والبيانات اللي أصدرت خلال الفترة السابقة من بعد ثورة 25 يناير، تعليق عليها كلام في الهواء. المجلس العسكري شبيه كتير بنظامه بالنظام القديم، لأنه بطيء في أحداث إمبابة مثلا، أو أي أحداث حصلت إن كانت على الأقباط أو غير الأقباط، كان بطيء في الرد. آخر أحداث إمبابة اتصلوا بيه من 4:30، جه 10:30، معرفش 6 ساعات كان بيعمل فيه. كمان غير شفاف، مش عارف يحكم ليه، مش عارف مين اللي بيساعده في الإعلان الدستوري، مين اللي بيساعد المجلس العسكري في إصدار القوانين. أنا معرفش، نفسي يطلع حد ويقول مين الفقهاء الدستوريين اللي هم بيساعدوه. الحكومة، حكومة طبطبة، حكومة عصام شرف طبطبة، ممكن تروح تحكم حضانة كيجي 2 كيجي 1. الإخوان المسلمين، نفس سياسة الحزب الوطني القديم، يعني حتى لو مسكوا الحكم هيعملوا زيكم بالظبط. السلفيين دي فزعت الإخوان، وأنا أعتقد إن في اتفاق بينهم إن يقعدوا يرهبوا في الشارع المصري عشان إحنا نقول إحنا راضيين بالإخوان المسلمين دول حلوين. الأقباط خافوا منهم لأنهم مش بيخافوا الموت على ما أظن طبعا. وزير الداخلية، أمال هتعمل إيه في الانتخابات الجاية؟ لما أنت دلوقتي مش عارف تحكم إمبابة، هتحكم مصر إزاي في الانتخابات الجاية؟ المشير، لو اتكلمت هنعرفك، عايزك تتكلم، عايزك تتكلم، لو اتكلمت هنعرفك، فاهم؟ الاستفتاء، الله يسامحك يا طارق البشري، أنت وصبحي صالح مبسوطين؟ اصغر فقيه دستوري يعرف ان اعلان ان التعديلات الدستوريه دي ما كانتش لازمه، انتوا اللي ورطتوا البلد، بحملكم المسؤوليه. الاعلان الدستوري، شكرا يا ست اللواء ممدوح شاهين، يا اكبر فقيه دستوري في مصر، يا ريت تعرف مين اللي خلاك تعمل الاعلان الدستوري وانت كنت بتدافع على التعديلات الدستوريه، وقلت الاعلان الدستوريه دي ممتازه. امال ليه عملت اعلان دستوري؟ هل شكيت في الاستفتاء؟ هل حسيت الاستفتاء فيه تزوير او في اشعارات دينيه طلعت زي ما انت عارف، فقلت اعمل اعلان دستوري وانقذت نفسك، او عامل اعلان دستوري انقذ مصر؟ اعلان دستوري في حاجات، اسال الفقهاء الدستوريين ويقول لك في مشاكل. التعليق على الاحداث والطلبات، انا اطالب بتدخل دولي في القضيه، مش في شؤون مصر، في القضيه، زي ما حصل مع سيتون بشاي. اجر التاريخ هو اللي جاب حق المسيحي سيتون بشاي الشهيد، كان التدخل والقناصل او القنصلات الخارجيه. عايز تشكيل مجلس رئاسي، لان المجلس العسكري مع الحكومه فشلوا في اداره البلاد، عايز مجلس رئاسي، مش عشان الحكومه والمجلس العسكري اللي تاخيره بيوحي بالطواطئ. عايز كمان تاجيل الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه، فاهم يا اخوان المسلمين؟ انا بنادي وكل الاقباط وكل المسلمين المعتدلين اللي خايفين على مصر، عايزين تتاجل الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه لغايه لما يعلن اعلان دستوري جديد، وبعد كده يجي بس الدستور يجي كويس. بمناسبة أحداث إمبابة، مش عايزين حد يبني لنا الكنيسة، إحنا معانا فلوس، مش عايزين حد يبني لنا الكنيسة. عايزين من بداية أحداث ثور لغاية وتمر بأبو جرجاس والجمادير والقطر، أحداث صملوط، قطار صملوط وبني أحمد وإمبابة، عايزين محاكمات عادلة بلجنة تقصي حقائق شفافة يكون فيها تدخل من بره كمان. عايزين مادة جديدة في الدستور أو مع المادة الثانية، إن هي تضمن حرية الأقباط في بناء كنائسهم ومحاكمة التعدى عليهم في ذلك بتهمة خيانة الوطن، تضاف للمادة الثانية، تلغوا المادة الثانية. تضاف الجزئية دي في المادة، مصر مش كلها مسلمة. في حتى لو في 1,000,000 قبطي، من الحاجة دي يضمنها في الدستور. طب ما هتضمن اغلبيه، الاغلبيه ما تبقاش دكتاتوريه، كده تبقى الاغلبيه دكتاتوريه، لانك الاغلبيه هتحكم علينا وهتحكم على الاخرين. انا عارف الاقباط نفسه الاخوان المسلمين بيقولوا احنا هنحكم بالديمقراطيه بالانتخابات، بس انت هتعمل ايه في الانتخابات؟ عارفين، كلنا عارفين انت هتعمل في الانتخابات. عايز اخر كلام، عايز ماده جديده في الدستور تضمن حريه الاقباط في بناء كنائسهم ومحاكمه التعدي، مش بس دي اصدرت في كذا بيان وما اتنفذتش، ويحاكم التعدي عليهم بتهمه خيانه الوطن، ونعرف التهمه خيانه الوطن هتودي فين؟ الاعدام. اشكركم، ونفسي اسمع رد من اي حد.